السلام عليكم بناتي العزيزات أولادي الأعزاء معشر الباحثين. أستاذ عبد الرحيم العدناوي أستاذ مادة تاريخ الفكر السياسي. بطبيعة الحال في هذه المناسبة نستحب بالعودة مرة أخرى إلى هذه المحاضرات. كما هو معروف تاريخ مادة الفكر السياسي هي منقسمة إلى جزئين، قسم نتدارسه في الأسدس الخامس طبيعة الحال، وقد سبق أن قمنا بذلك في السنة في النصف الأول من السنة الماضية، والنصف الثاني بطبيعة الحال هو في القسم السادس. في القسم الثاني هو في الأسدس السادس. التقسيم ليس اعتباطي بطبيعة الحال، لماذا؟ لأنه هنالك العديد والعديد من الأفكار الممتدة عبر القرون وعبر المسافات الزمنية، بحيث أنه من المتداول أكاديميا وعلميا في مثل هذه الدراسات الأكاديمية أن تقسم دراسة تاريخ الفكر السياسي إلى قسمين، يبتدئ الأول من عهد الإغريق واليونان وينتهي بطبيعة الحال نهاية القرن السادس عشر. لماذا؟ لأنه النواة الحقيقية لتأسيس الدولة بالمصطلح العلمي والمتداول حاليا، في حين أنه يبتدئ الأسدس الثاني الذي سوف نأتي إليه في تسجيل آخر منذ بداية نهاية القرن السابع عشر إلى يومنا هذا. بطبيعة الحال ينتهي الأول بأرسطو ويبتدئ الثاني بالمفكر الكبير مونتسكيو. الأولان أسس المنهج المعرفي للعلوم السياسية، الأول قام بها على مستوى التشكيل كفرع مستقل يعني الفلسفة، ولكن الثاني أول من أسس شيئا ما نتداوله اليوم في علم السياسي. إذن على الرغم من أننا في هذه المحطة اليوم، كان من المفروض علينا ألا ندرس الفكر اليوناني والفكر الإغريقي، إلا أنه من المفروض علينا كذلك أن نمر عليه ولو مرة عليه، ويكون بطبيعة الحال الأساس الحقيقي هو فكر أرسطو. لماذا؟ لأن أرسطو ظلت تعاليمه مستمدة وإلى يومنا هذا. دونك غادي نديرو بطبيعة الحال مدى تأثير الفكر الأرسطي أو منهج الأرسطي، ثم فيما بعد سوف نأخذ أربع نماذج من العهد الحديث، بمعنى نموذج من القرن السابع عشر وسوف يكون الأمر بالنسبة لمونتسكيو، ونموذج من القرن الثامن عشر وسوف يكون بطبيعة الحال أليكسيس دو توكفيل، مهم جدا تدارسه. وفي القرن التاسع عشر لابد من المرور على الفكر الماركسي، وفي القرن العشرين سوف نؤكد على دراسات الباحث الذي أسس للسوسيولوجيا كما هي متداولة حاليا، ويتعلق الأمر بماكسيم ماكس فيبر. بطبيعة الحال هذا كله يدخل فيما يسمى بالنظرية السياسية من التقليدية إلى السلوكية، ويكون النموذج الأول بطبيعة الحال لأساسي هو أرسطو. تذكروا بأن أرسطو انتهت هيمنته، لأنه لم يكن فقط فيلسوفا أو مؤسسا لعلم السياسة، بل كان متعدد التخصصات، فهو طبيب، لهذا نجده يتكلم عن إصلاح الدستور بقوله يجب أن أجد وصفة علاجية. لماذا؟ لأنه كان طبيب، كان فيزيائيا، تذكروا بأن الفكر للفيزياء سقط في نهاية القرن الرابع عشر عندما اكتشف الفلاحون في مدينة بادو بإيطاليا بأن الطبيعة لا تخاف الفراغ. انتهى الفكر الأرسطي، ولكن على مستوى السياسة ظل واقفا. لماذا؟ لأن الأساس الذي قام به الأول هو إمكانية فصل علم السياسة وليصبح فرعا مستقل يعني الفلسفة، وكان هذا النسق الأرسطي قائما على المحاور الأتية، سوف أرخصها لكم بعجالة. أولا الإبداع الفردي، بمعنى أنه ليس
الإبداع مبني على وجود أي مناخ عام أو مدرسة أو منهج يتم تبنيه من عدد كبير من الباحثين فيكونوا مثل الرواد أما مثل المريدين بالنسبة للرواد. إذن النقطة الأولى الاعتماد على الإبداع الفردي. ثانيا التركيز على قمة النظام السياسي فقط، بمعنى عدم إعطاء قدر من الاهتمام لباقي مكونات السياسة، لا يتكلم على الشعب، لا يتكلم على مؤسسات بطبيعة الحال لأن المؤسسات لم تكن متوفرة بقدر الذي نهتم به حاليا. إذن التركيز على قمة النظام السياسي، أهرم النظام السياسي. ثالثا ارتباط الإنتاج الفكري بفترة ما قبل ظهور الدولة القومية، بمعنى ما قبل نضجها وما قبل انتشارها، حيث ظهرت الدولة القومية بالمعنى الحديث بالمعنى المتعارف عليه اليوم في القرن السابع عشر، أولا في بريطانيا الناس كيخطوا كيعتقدوا عن طريق خطأ بأن ظهرت في فرنسا وإيطاليا، ظهرت في القرن السابع عشر في بريطانيا وفي القرن الثامن عشر في فرنسا وأمريكا والتاسع عشر في غرب أوروبا ووسطها والقرن العشرين في شرق أوروبا وأفريقيا وأسيا. إذن ارتباط الإنتاج الفكري السياسي بما قبل ظهور الدولة القومية، وهذه النقطة الثالثة في التصنيف الذي اعتمده أرسطو. رابعا سيطرة ما يسمى بالمنهجية الانطباعية. ما هي المنهجية الانطباعية؟ هي ولا زالت بعد الرواتب فيها حاليا الاعتماد على المعلومات التي قد يجمعها الرحالة المكتشفون والمبشرون والجوالة والتجار والاستعماريون الأوائل، يسافرون عن طريق الحرير أو عن طريق الذهب ويأتون بمواد ولكن يكتشفون يرون طقوس جديدة شكل جديد ويصنفونها ويستعملونها كمقارنة، وسوف يعود لها بالدرجة الأولى بتفصيل كبير مونتسكيو في كتاب روح النواميس سوف نعود له. خامسا تنوع وتعدد مناهج واستراتيجيات مناهج التناول واستراتيجيات المقارنة، بحيث يعد كل مفكر على حدة مدرسة مستقلة في ذاتها. واضح الفكرة. سادسا ارتباط الظاهرة السياسية فهما وتفسيرا وتعليلا بالظواهر الاجتماعية الأخرى، بمعنى عدم تخصص الباحثين في الظاهرة السياسية، إذ أن معظمهم بطبيعة الحال قد جاء من خلفيات فلسفية أو قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية، وقد وصفوا بأنهم شبه مفكرين موسوعيين كما كان الأمر في لدى الموسوعيون في القرن السابع عشر. سابعا وأخيرا ارتباط علم السياسة بالفلسفة، بمعنى أن سيادة التنظير الفلسفي وليس التنظير العلمي، والتركيز على ما ينبغي أن يكون بغض النظر عما هو كائن ونراه بالعين المجردة أمامنا. إذن هذه هي النقط السبع، وفي ظل هذا النموذج المعرفي برزت محاولات متعددة. لماذا؟ لأن بنى أرسطو هذا التحليل المقارن بطبيعة الحال على ما قدمه المؤرخ الإغريقي هيرودوت، معروفة من معلومات وملاحظات، وما طوره أفلاطون من إطار مفاهيمي
كادر كونسيبتويل اشتمل على مفاهيم لا زالت متداولة إلى اليوم، ألا وهي مفاهيم سياسية مثل مفهوم الملكية، مفهوم الأرستقراطية، التيوقراطية ويتعلق الأمر بحكم الأغنياء بطبيعة الحال، مفهوم الطغيان ديسبوتيزم، مفهوم الديمقراطية. ولقد دمج أرسطو بين المنهج التجريبي الإفلاطوني وبين دراسات حالات متحددة، فقد أرسل مساعديه حول البحر الأبيض المتوسط لجمع الدساتير الموجودة في تلك الفترة، فوجد أنها تنيفت على 185 وثيقة، منها المكتوب ومنها غير المكتوب، 185 لكل دولة، الدولة بطبيعة الحال المدينة الإغريقية وليس الدولة بالمفهوم المتداول حاليا، لمعرفة أي الدساتير التي يمكن من شأنه أن يحقق لنا الاستقرار السياسي. ومن ثم ألف أول كتاب في علم السياسة وفي تاريخ الفكر السياسي بطبيعة الحال، ويسمى كذلك عنوانه بكتاب السياسة، الذي ترك أثرا كبيرا في تطور علم السياسة وفي تطور الفكر السياسي بصفة عام إلى يومنا هذا. ويمكن تحديد الإطار النظري للمقارنة عند أرسطو في الخطوات الأتية، وسوف نقارنها بما يحدث حاليا في إطار البحث العلمي الأكاديمي. إذن أولا تحديد مشكلة البحث ضروري، هذه بالنسبة لأرسطو، وهي عنده الأسباب التي قد تؤدي إلى إما الاستقرار السياسي أو عدم الاستقرار السياسي. ثانيا تجميع حالات متعددة في العالم المعاصر للظاهرة التي نحن بصدد دراستها، أو ما يمكن أن نعرفه حاليا بالقانون المقارن. ثالثا تصنيف الحالات، ولكن تصنيف الحالات جعله له كذلك معايير بطبيعة الحال وفق التصميم الآتي: عدد الحكام، ومن ثم يكون هناك تصنيف للحكومات السياسية، هل هي ملكية، هل هي أوليغارشية، هل هي ديمقراطية. ب كيفية ممارسة الحكم، وهذا ينتج عنه مخططين نمطين: أوليغارشي أو ديمقراطي. جيم البنية الطبقية بمعنى توزيع السلطة السياسية والقوة بين طبقات المجتمع، ورابعا النقطة الرابعة بطبيعة الحال في التصنيف: بناء دالة فونكسيون أو قانون للربط بين الاستقرار أو عدم الاستقرار السياسي من ناحية، ومن عدد الحالات السابقة، عدد الحكام، كيفية ممارسة الحكم، بنية الطبقية لممارسة الحكم. هذا هو التحليل. إذن وقد مثل تحليل أرسطو المقارن قاعدة أو نموذجا معرفيا أصيلا متبعا بعده حتى عصر النهضة أو في كليرونغ. فقد حاولوا كل من الناس الذين سبقوه بطبيعة الحال شيشرون في العصر الروماني تحويل أفكار لتنتسق مع نظام ونمط الحكم الروماني وفلسفته، ولكن لم تصل هذه المخططات إلى قوة التي وصل إليها كتاب علم السياسة. بطبيعة الحال الكثير والكثير من التعليقات التي سوف تأتي من بعد
كتاب الفلسفة خصوصا السياسة كلها اتبعت هذا المنهج المعرفي. لماذا؟ لأن الأغلبية الساحقة إما كتبت لتؤكد هذا العزل أو الزعم أو الطرح، أو كتبت لتفند هذا الشيء. بطبيعة الحال قلت بأن النماذج التي قد اختلطت وتأثرت كثيرا بالفكر الأرسطي خصوصا فيما يتعلق بمنهج المقارن، هنالك أربع حالات. الحالة الأولى هي حالة انتقيتها من القرن السابع عشر، الحالة ديال مونتسكيو، الثانية ديال أليكسيس دو توكوفيل وهي تعود إلى القرن الثامن عشر، وحالة كارل ماركس في القرن التاسع، وأخيرا ماكس فيبر في القرن العشرين. وسوف نجد في نهاية المطاف بأنهم كلهم اعتمدوا هذا النهج التفسيري المعرفي لأرسطو. إذن بالنسبة أولا لمونتسكيو، مونتسكيو شارل دو سوغوندا، هذا هو الاسم ديالو، بارون دو لا بريد، شارل دو سوغوندا بارون دو لا بريد دي مونتسكيو، سنة الولادة 1689، سنة الوفاة 1755. أصبحت بطبيعة الحال الدولة في عصر مونتسكيو وهو القرن الثامن عشر وما يعرف بأوف كليرونغ، كله ألماني بطبيعة الحال، اللي هو ما يسمى عصر الأنوار. أصبحت قلت الدولة نوعا من الفن السياسي وليس شيئا معطى وليس شيئا موجودا بذاته بدون إرادة بشرية. فقد تدهور وضع القانون الطبيعي القديم، وتم الانتقال إلى التفكير السياسي من كون الحكم طبيعيا ولكن أصبح من صنع البشر، ومن ثم لم يقتصر الاهتمام كما كان في السابق على سلوك الأمير فقط وتصرفه وتحديد كيفية وطريقة حكمه، وإنما بدأ يتم التركيز على الشروط الدستورية لتأسيس الحكومات وكيفية الحفاظ على هذه الحريات مع إمكانية التضييق عليها حماية للمجتمع وحماية للدولة وحماية للفرد. ومن المعلوم كذلك أن مونتسكيو كان أرستقراطيا نشأة، كان ثريا ولكنه دارسا للقانون، ممارسا لسلك المحاماة، متعدد الأصفار والرحلات للاكتشاف وكذلك حتى الاستعمار. ولعل أهم أعماله جوج سوف نقتصر عليهم، روح القوانين أو ما يسمى بروح النواميس، فرنسيا نقول لسبري دي لوا، معروف جدا ولكن لأقل معرفة عند الطلبة وعند الباحثين، هو كتاب الخطابات الفارسية لليتر بيرسان. هذه الخطابات سوف أبتدي بها لأنها هي اللي معروفة جدا وغير متداولة لدى الباحثين، في حين أن روح النواميس هو معروف. إذن هي مجموعة من خطابات كان يتلقاها من صديقين فارسيين نسبة إلى إيران، بنى عليها رؤية للشرق واستخدمها كمصدر معرفي للمقارنة. وبالرغم من اعتماده على المنهجية الأرسطية، احنا عدنا لأهمية أرسطو، إذن قلت وبالرغم من اعتماده على المنهجية الأرسطية في تصنيف النظم السياسية طبقا لعدد من يمارس
هذه السياسة ونمط هذه الممارسة إلى أنه استطاع أن يدمج المنطق بالملاحظة لأول مرة، وذلك عبر ربط البنية الجغرافية والاقتصادية وأثرها في النظام السياسي، كما حلل النظم السياسية في إطار بيئاتها مركزا على ما يسمى بأثر العوامل الإيكولوجية كالمناخ، التربة، السكان، المؤسسات الاجتماعية، العلاقات بين الأجناس، الأخلاق، الدين، العادات، العوامل، العلاقة التجارية، الربط بين التجارة والأخلاق العامة، الربط بين الفقر وأنماط الحكومات، الربط بين الفقر وإمكانية الاستقرار السياسي أو عدم الاستقرار السياسي. ومن ثم قدم تصنيفا للحكومات على ضوء هذه المعايير، يركز فيه على الأنماط المختلفة للحكومات وطبيعتها ومبادئها البنيوية والظروف التي تقوم فيها أو تنهار فيها، وكذا وظائفها والعلاقات المدنية العسكرية فيها ومستوى الإنفاق من الأموال العامة. كما لم يقف هذا التصنيف على النظم المحيطة به، بمعنى النظم المحيطة بأوروبا، بل يعد مونتسكيو أول مفكر من مفكري السياسة خصوصا في أوروبا الذين اهتموا بالنظم السياسية غير الأوروبية في مقارناته مع بلاد فارس مثلا. إذن قلت، ولم يقف تصنيفه على النظم المحيطة به فقط، بل يعد أول المفكرين الأوروبيين الذين اهتموا كذلك بدراسة النظم السياسية غير الأوروبية في مقارنته مثلا مع بلاد فارس وبلاد تركيا. وقد دفعه هذا الإدراك لطبيعة ودراسة تأثير البنية المحيطة بالنظام على وظائفه، أي تجاوز نص القوانين التي كان اعتمدها في الكتاب الأول للوصول إلى شيء آخر ينبني أساسا على دراسة مقارنة بين شيء يقع في أوروبا ويدرس وشيء يقع في جهات أخرى كالشرق مثلا. وقد عقد كذلك مقارنات طبقا لروح القوانين، خرج منها بثلاثة أنواع معروفة، وهي ما يعرف بالقانون المقدس والقانون الطبيعي والقانون المدني الذي انتشر بكثرة من بعد. ومن خلال دمج بين روح القوانين وروح المجتمع، عرض مونتسكيو ثلاثة أنواع من أنظمة الحكم معروفة، وهي الجمهورية، الملكية، والنظام الاستبدادي، معتمدا في ذلك على معياري أرسطو، ألا وهما من يحكم وهل يمارس الحكم طبقا للقانون أم لا. بطبيعة الحال من يحكم بقات حتى القرن 21، لأن ذكرت روبير دال راه كاتب كتاب أساسي نتداوله في الجامعة ويتعلق الأمر بكي جوفرن، ولا نفس الشيء نفس الاستمرارية. كما اعتبر مونتسكيو أن هذه الأنظمة قد تكون مثالية فقط، فقد تشهد تطبيقا بدرجة
أو بدرجة أخرى في الواقع فالجمهورية هي ذلك النظام الذي معروف ديمقراطي وأرستقراطي الذي شهده الإغريق والرومان، والملكية بطبيعة الحال هي الأنظمة الأوروبية في عصره من نهاية القرن السابع عشر، والاستبداد خصصه بأكمله إلى الشرق لدرجة أن حتى المصطلحات التي يستعملها في لسبري دي لوا لا يتكلم إلا على مصطلحات عربية، على الرغم من أنه مكتوب باللغة الفرنسية، فنجده يكتب فيزير، غران فيزير، سلطان، ديرفيش، قاضي، مصطلحات لكلها عربية. لماذا؟ لأن اعتبر مؤسسة أو ما يمكن نعتبره بمؤسسة الاستبداد والطغيان هي عادية في الشرق وليس لها بديل في أوروبا. وأحيل الباحثين بطبيعة الحال في هذا الجانب على أحسن ما كتب على مونتسكيو، وكان فيه انتقادا لادعا، ألا وهو كتاب لوي ألتوسير، وقد سماه مونتسكيو لا بوليتيك اي ليستوار، وهو في ليزيديسيون كوادريدج بتيت كوليكسيون، كتبوا 1959 ولكن لا زال متداول في أوروبا وكيقرأوا العديد والعديد من، وهذا يعتبر أحسن رد وأحسن قراءة ألفت ردا على هذا الاعتقاد الذي قد يكون خاطئا لمونتسكيو. إذن قلت قد مثلت دراسات مونتسكيو مصدرا أساسيا للعديد من النظريات في ما يعرف بالمقارنة السياسية في القرن العشرين، سواء تلك التي اهتمت بمفهوم بنية النظام أو التي تناولت الأبنية والوظائف أو التي ركزت على الأنظمة الشمولية، إلا أنه كان متمركزا، وهذا ما يؤخذ عليه لوي ألتوسير داكور، على ما يعرف بالذاتية الأوروبية أو ما يصطلح عليه ب لوروبوسنتريزم، حيث قصر نقائص الأنظمة المجتمعات السياسية في آسيا وأفريقيا وربطها بمصطلح الاستبداد وألصقها به تماما، كما حدث مع مفهوم الشمولية الذي ظهر في ظروف مشابهة حيث ألصق بأعداء النظم الأوروبية الغربية في الحرب العالمية الثانية، ثم نفس الشيء مع تركيا عندما هددت أوروبا وأصبحت مؤسساتها وممارساتها هدفا للبحث المقارن من قبل الدعاة والمبشرين المسيحيين والإرساليات التي قد تضمن جزءا من الصدق وتتضمن الكثير من الخطأ، لأن الغاية تبقى هي بناء نموذج تركيا المستبدة، تركيا بيت الطغيان، تركيا محاملة التخلف السياسي.